على عملات صعبة أو من أجل توفير الاحتياجات للسكان طيب الموجودين فكرة حق في مصر. حق الاستغلال أو نظام البي أو تي كما يقال في عالم الاقتصاد، البعض يعول عليه بأنه يجعل المستثمر يأخذ خير ربما أكثر من البلد التي يقام عليها أيضا أصلا المشروع. رأي حضرتك في هذا يعني الاتجاه وكيفية حماية الانتفاع للبلد في المقام الاول ثم المستثمر في المقام الثاني؟ يعني هو اللي كان بيحصل في الفترات السابقه ان كان المستثمر بيحصل على الارض بالكامل، فكان يعني بيتم استغلالها في غير الاغراض التي خصصت لها، وهنا كان بيبقى يعني نقدر نقول ان الخساره كانت خساره مضاعفه، يعني الدوله كان الشعب كان يخسر جزء من موارده ممثلا في الاراضي التي مفروض انها له والاجيال القادمه، والدوله كانت تخسر جزء كبير جدا من مخططها لاحداث التنميه. يعني عندما كنت اعطي الارض لبعض المستثمرين من اجل ايجاد تنميه زراعيه ثم اجدها بقدره قادر تحولت الى منتجعات سياحيه او مباني خرسانيه او كتل خرسانيه، يبقى انا حتى في خطتي بفقد جزء مهم جدا من العائد الذي كنت اتوقعه. على الجانب الاخر طيب الحل بتكون في شروط العقود، يعني هنا ضمانات تتمثل. يعني انا ارى بقى ان كلا المرشحين يقول ان مساله التمليك اصبحت غير مطروحه على الاطلاق، يعني لن تعطي الدولة لأي مستثمر مهما كان أرض بالمجان، ولن تعطيها أرض تمليك يرثها ويرثه أولاده، لكن هي الأرض للمشروع، الأرض ملك للدولة، حق الانتفاع، مجرد حق الانتفاع، الأرض ملك للدولة، المشروع ملك للمستثمر، ما دام المستثمر ينتج ويدفع ما عليه من التزامات للدولة فالأرض تحت تصرفه، إن أخل بشروط هذا التعاقد سحبت الدولة الارض التي منحته لها. ومن ضمن الاخلال طبعا النشاط اللي اخذ به الارض ده خلاص، يعني هو ده كان في السابق كان بيغطي طرف، لكن انا الان الاساس ان يستمر حق التخصيص ان تلتزم بالنشاط الذي تقدمت اليه، اذا كنت تقدمت للنشاط زراعي وحصلت على ارض زراعيه يجب ان تستمر للنشاط الزراعي، وبالنسبه للنشاط الصناعي نفس الشيء، فهذه الضمانات اصبحت لكلا المرشحين هي من شروط اساسيه، وهناك مشروع بيعد من اجل تقنين هذا الوضع بحيث لا يسمح لاي مستثمر بالحصول على ارض بنظام التمليك. اعتقد طيب هل من حقي انا كدوله ان اطلب من المستثمر، مش عايز اقول افرض، بس حقوق العامل المصري او تشغيل الايدي العامله في هذا المشروع او لدى هذا المستثمر، هل من حقي كدوله ان اضعها في يعني شروط؟ هنا ده بيتوقف على العقد اللي بيتم ما بين المستثمر وما بين الدوله، لكن انا ما ارى انا شخصيا يعني ان عندما ياتي المستثمر ومقدم دراسه جدوى للمشروع هنا بتوقف عليه بقى انا بديله ايه، يعني لنفرض ان انا عايز اخليه يلتزم بتشغيل جزء من العماله المصريه، انا يا ترى هنا بعطيه جزء من الوقود بالمجان او بالمدعوم، يا ترى انا برفق له الارض وبخلي وسائل المواصلات تصل اليه بيسر وسهوله بدل ما هو يتحملها، يا ترى انا بخلي تكاليف النقل عليه قليله ان انا بخلي المواني تبقى قريبه او بمد اليها سكك حديديه او غيره، هنا اذا كنت انا برفق المسائل بالشكل ده هو وبدي امتيازات للمستثمر فانا ممكن من خلال الامتيازات التي اعطيها ان مش افرض بقى عليه شروط، ان اتفاوض معاه من اجل شكل معين يضمن صناعه كثيفة استخدام العمالة، قلة استهلاك الطاقة، صناعة يحتاجها الاقتصاد المصري، يعني لإنتاج منتجات يحتاج إليها المصري، ومش يعني أي منتجات. أنا لحدد كدولة المشروعات. لا، هو هنا بقى المسألة تختلف، يعني أنا ممكن يبقى أنا عندي خريطة استثمارية بعرض عليها مشروعات ذات أولوية بتقدمها الحكومة للمستثمرين الراغبين للإكتتاب فيها، وفي الجانب الآخر بأفتح الباب لتلقي مشروعات وافكار من مستثمرين اخرين، لان اصلا لو انا حطيت خطه استثماريه وخلاص اصبحت هي الخطه المعتمده لكن ولن اقبل كدوله وانا في الجزء الاخر محتاج الى الافكار والمشاريع والتكنولوجيا الجديده، يعني ربما اكون انا كدوله ملم عند وضع معين بحجم التقدم التكنولوجي اللي موجود، فاذا رفضت اي مشروعات او افكار اخرى او ما رفضت ان اعطيها امتيازات قد اخسر اشياء كثيره جدا قد تاتيني نتيجه للافكار والتكنولوجيا الجديده، لكن يبقى انا عندي اكثر من محور، محور مشروعات ذات اولويه قصوى ودي انا بقدم لها الارض بقى زي ما حضرتك بتقولي وبمميزات وبحط فيها شروط، لكن عندي جزء اخر مطروح للافكار والفكره التي اراها تتناسب مع مخططي للتنميه اقبلها او على الاقل ادرسها. يعني مساله فلتره يعني لما يقدم اكيد بس يبقى عندي اكتر من منفس، يعني يبقى المهم ان انا عندي اكتر من منفس، مش احط خطه يعني صماء غير قابله غير مرنه وغير قابله للتعديل واقول ان ده فبعد كده التطور الزمني او التطور التكنولوجي يخليها متقدمه ولا احصل منها على الاستفاده القصوى ده خطا. طيب لكن انا اذا كنت هطلب من المستثمر ان يكون في نسبه
للأيدي العاملة المصرية في هذه المشروعات. بالتالي ما يجب أن أقوم به هو تطوير هذه الأيدي العاملة أو تدريبها. كيف ترى هذه العمليات وعلى المدى الزمن، بعد قد إيه فترة زمنية أستطيع أن أقول أن هذا العامل مدرب بالشكل الكافي أن أستطيع أن أتحدث لصالحه داخل هذا المشروع؟ يعني هي الجزئية بتبدأ يعني بالعكس، يعني أنا على الأقل أرى احتياجات السوق المصري من الأيدي العاملة إيه وفي أي المجالات. يعني أنا بالفعل أقر هنا بأن هنالك الكثير من المجالات الاستثمارية في مصر تبحث عن العمالة ولا تجدها، وعلى سبيل المثال يعني وبالتحديد العمالة الزراعية، العمالة الزراعية الآن غير موجودة على الإطلاق ويبحث عنها عدد كبير جدا، لأن أصبحت الزراعة طاردة. ده أنا بتكلم على حضرتك في الريف، لكن أنا بتكلم على المشروعات الاستثمارية ذات الطابع الزراعي. المشروعات الاستثمارية ذات الطابع الزراعي، يعني اللي حضرتك بتتكلم الزراعة الطاردة ده هي زراعة الريف، يعني القرية هي التي أصبحت طاردة، أبناء القرية لم يعودوا يعني. وأيضا مجال الزراعة هم الآن تعلموا ويريدوا أن يتركوا الريف ويذهبوا إلى المدينة. في بقى المشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الزراعية، وذاك مشروعات كبيرة جدا بتحتاج إلى مهندسين زراعيين، بتحتاج إلى مخزن. صناعة الغزل والنسيج مثلا. لا، صناعة الغزل والنسيج دي مش زراعة، بس هي قايمة على المنتج الزراعي برضه. جميل جدا، يعني جميل. فهنا المشروعات دي يعني او حتى الزراعه من خلال استخدام التقنيات الحديثه من السوق الزراعيه وغيرها، دي مشروعات كبيره جدا وبتحقق يا اما انتاج بيكفي السوق المحلي او حتى بيتم جزء كبير جدا منها للتصدير. هذه المشروعات تبحث عن العماله في هذا المجال فلا تجده. جزء كبير جدا زي ما حضرتك بتتكلمي في قطاعات للصناعه نفسها تبحث عن العماله وهي عندها استعداد لتدريبها، لكن هذه العمالة لم تعد موجودة بالقدر الكافي. فاللي احنا هنا بنتكلم عليه ماذا يحتاج ليه المصنع، مسألة تطبيع مع السوق او احتياجات السوق مع وده اللي بنتكلم عليه بقى مع العامل، ان يعني يبقى في هناك لجنة مشتركة ما بين سواء بقى زي ما تقولي اجهزة التدريب الموجودة في الدولة وما بين اصحاب المصانع او اصحاب الاستثمارات او المشاريع. الخطة ذات الاولوية الاولى اللي بتضعها الحكومة وبتعرضها على المستثمرين، المستثمرين يقولوا احنا محتاجين عدد مهندسين، عدد عمال، محتاجين عدد اسطوات اللي احنا محتاجينه بالظبط. ومن هنا بيبدا في نوع من التعاون، لان الدولة لن تتحمل وحدها تكاليف التدريب، وان تحملته لن تنتج متدرب جيد، لكن على الاقل يتم التشارك ما بين القطاع الاستثماري او القطاع الراغب في هذه العمالة احتياجاته، وبالتالي وهنا هو حتى يشرف على تدريبها، يعني هو يشرف ويشارك، يعني ان لم يشارك بالمال فعلى الاقل يشارك بالخبرات وبالتدريس، لانه يقول انا محتاج العامل يشتغل على المكنه بالشكل والمواصفات الفلانيه، فبتدي له انت جزء في تدريب في احد مراكز التدريب ثم يكمل تدريبه في داخل المصنع بشكل عامل، ومن هنا اللي بيحقق منهم كفاءه بيحتاجوا المصنع او يعني بيتعاقد معاه وبالشكل ده يستمر. لكن طول ما احنا بنتكلم على ان انا هادرب ثم اوفر العماله في السوق ثم يبدا صاحب المصنع في البحث عنها، المسائل دي ما بتحصلش، لان جزء كبير جدا من العماله دي ان لم يعمل مباشره، يعني يكون التدريب مستمر وممنهج، بمجرد ما بينهي الكورس بتاعه بينسى الخبرات وثم انه ممكن يعني بيشتغل الخبرات بتزيد بالممارسه. يعني انا عايز برضو يعني نضرب امثله ان العامل اذا تعود على يعني في معهد التدريب التابع للحكومه عاده بتكون الماكينات متقدمه بعض الشيء، عندما يذهب الى المصانع الكبيره يعني بيبقى محتاج كانه بيحتاج لفتره تدريب وتاهيل جديد. فاحنا كده كان احنا بنعمل جزء يعني بنعمل تدريب مزدوج، جزء منه لا يضيع مكفولة من ناحية تأمين صحي، من ناحية أجور عادلة، كل ده مفروض أن الدولة تضع أيضا في اتفاقاتها في ضمن في ضمن في ضمن الاتفاق. يعني أنا شخصيا كنت في أحد البرامج أنا كنت راح ما يسمى بعقد العمل القياسي، يعني الدولة تقول أن هذا العقد عمل يتم فيه تحديد الأجر، يتم تحديد فيه ساعات العمل، الحقوق، حق الإضراب، حق الفصل، كل الحقوق، ونقول أن هذا هو عقد العمل الذي لا يمكن للعامل أن يحصل على أقصى منه، وهذا عقد العمل الذي لا يستطيع صاحب العمل ان يقلل عنه، وان المحكمه تبقى ملتزمه بهذه البنود. لو بقى في ما بين صاحب العمل وما بين العامل يريد ان يعني اتفاق فهو يبقى العقد شريعه المتعاقدين، الحقوق والواجبات هنا يبقى موجوده، لكن على الاقل يبقى في عقد عمل استاندر، يعني زي ما في قوانين للاحوال الشخصيه وقوانين لغيره وقوانين لانشاء الشركات، يبقى انا عندي حتى قانون عقد عمل قانون ثابت العمل في شروط او بنود واضحه وده معروف ان العامل اللي هيوصل لل في العقد، وان صاحب العمل دي كانت مشكلات واجهتنا في الخصخصه تسريح العماله حتى في الشركات التي خصصت. وفي ظل انا مستغرب ان في ظل كل هذه المشاكل لم يفكر احد في مساله عقد العمل القياسي ده
انه يبقى متاح، وان الكل بيقول طب ما هو خلي لا، يعني لما تبقى الامور واضحه كل انسان يبقى عارف واجباته وعارف حقوقه. لكن ما نرى في جزء كبير جدا من مشاكل الصناعه زي ما كنا لسه بنقول ان جزء من الاضرابات او جزء من المطالبات بامتيازات يعني في غير مقابل انتاج او مقابل اعمال. هل افتح باب الاستثمار ومجالاته على مصراعيه للتوافق ما بين الدولة وبين المستثمر، أم ترى أن الدولة يجب أن تحافظ على صناعات بعينها ربما استراتيجية ويجب أن تصنع بالتمويل المحلي الخاص بها ولا يأخذ أو يدخل فيها أي مستثمر أجنبي؟ يعني أنا أعتقد أن العالم تجاوز هذه النقطة بكثير جدا، يعني مسألة بعض الصناعات الاستراتيجية أو الصناعات ذات الطبيعة اللي نقدر نقول عليها ذات الطبيعة العسكرية أو غيره، يعني أعتقد أن المسائل دي الزمن يعني التقدم التكنولوجي نفسه خلاص يعني أصبح قد تجاوزها. لكن اللي احنا بنقوله بقى يبقى في علاقة من نوع تشاركي حقيقي ما بين الدولة وما بين الاستثمار، بحيث ان نضمن على الاقل ان الدوله بتحدد مجموعه من الاولويات لما تحتاجه اليها، يعني اذا لا يترك الحبل على الغارب بالكامل للمستثمرين، لان المستثمر هيدور على الربح بشكل عام مش هيدور على التنميه. لكن زي ما احنا كنا بنقول يبقى انا عندي اكتر من خريطه للمشروعات ذات الاولويه والتي ترعاها الدوله، لا اقول تشارك فيها الدوله لكن على الاقل ترعاها الدوله وتقدم فيها مجموعه من الامتيازات او مجموعه من الاعفاءات او حتى مجموعه من الامور الموارد المدعومه، وجزء اخر هو للتنميه او الابتكار الذي يقدمه المستثمر او القطاع الخاص، وجزء اخر هو للمجال التكنولوجي ولما ممكن ان يقدمه راس المال العالمي. يعني فكره حاكم الاقليم الاقتصادي او حتى مع التقسيم الجغرافي مره اخرى ربما للمحافظات ان يكون هناك من هو مسؤول عنها وليس المحافظ، اقصد من الناحيه الاقتصاديه وتشغيل هذا الاقليم او اقامه المشروعات التي تتناسب مع طبيعته، وجهة نظر حضرتك في هذا؟ يعني انا اعتقد ان المساله هنا بقت مختلفه، يعني انا ما اتمناه ان بعد الانتخابات القادمه ثم الانتخابات البرلمانيه يكون لدينا مؤسسات بقى على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي. في ظل وجود هذه المؤسسات انا لا اعتقد اننا سوف نكون في حاجه الى حاكم ولا في حاجه الى مدير ولا في حاجه الى من مسؤول من عن التشغيل على داخل الاقليم او على داخل المحافظة. يعني كان يكفي القانون والبنود الواضحة فيه من خلال عقود العمل أو عقود التخصيص. ومن هنا الأحزاب نفسها اللي بتفكر عن التنمية السياسية هيبقى موجود جمعيات للرجال الأعمال وللمستثمرين اللي بيدوروا برضو على تنمية استثمارية وإنهم يحصلوا على حقوق، هيبقى موجود بقى التحديات والنقابات ما بين القوسين على أسس سليمة. ما احنا نتكلم فكرة بقى رجال الأعمال والمستثمرين في المقابل يجب أن فيها يكون تجارب سيئة لا لأن في نظام كانت سر. هي وحدها لم يكن هنالك حريه لتشكيل نقابات للعمال او جمعيات للمجتمع المدني او جمعيات سواء لحمايه المستهلك او لحمايه حقوق العمال. ما هو المشكله في ايه؟ ان لازم يبقى احنا موجود، لما انا اكون عندي خصخصه لازم يبقى عندي قوانين لحمايه المستهلك، عندي جمعيات لرجال الاعمال يبقى عندي بنفس القدره والفاعليه منظمات لحمايه حقوق العمال، برضو في نفس الوقت عندي مؤسسات دولة قوية تحافظ على عقودها سواء مع المستثمرين أو تلزم رجال الأعمال أو المستثمرين أو أي هيئات باحترام مثل هذه القوانين. هذا يعني هذا الجذب الاستثماري من قبل مستثمرين أجانب أو حتى تنشيط الصناعة ونهوضها مرة أخرى في الداخل، يعني هل يمكن أن يعيد النظر مرة أخرى في المواد التي تصدر أولية بأسعار بخسة وتأتي إلينا مصنعة بأسعار باهظة الثمن يعني تصل إلى أضعاف؟ في البداية لما قلنا أن الصناعات التحويلية بتمثل 17% من الناتج المحلي الإجمالي، الرقم ده يعني بمقارنته بجزء كبير جدا يعني يتضح أنه لا يتناسب مع النهضة الصناعية المصرية واللي يعني موجودة من القرن ال 18. لكن هنا ده برضو بيبقى متوقف على إمكانياتك على تحويل هذه المادة الخام إلى منتجات تجد قبولا في السوق المحلي وإمكانيات للتصدير. يعني أنا مش أقول عشان أنا زي النهاردة مثلا ما احنا منعين تصدير الجلود، لكن هل يا ترى عندنا القدرة والكفاءة أن نحول الجلود دي لمنتج ينافس المنتجات الأجنبية في الأسواق الخارجية ويمنع أو يقلل استيراد مثل هذه المنتجات؟ هو هنا ده المحك. ما هو ده سؤال، أنا هجيب المستثمر عشان أنا محتاجه في إيه؟ هنا ده بقى زي ما بنقول بقى أن عندي أولوية زي ما احنا بنقول جزء من أجل التكنولوجيا، يعني جزء من أجل التكنولوجيا آتي بالمستثمر وأعطيه بعض الامتيازات وزي ما حضرتك بتقولي أوفر له بعض المواد الخام او بعض الموارد التي توجد في مصر بسعر تنافس ولا توجد في الخارج، لكن ابقى منتظر انتاج بمواصفات وجوده معينه يمكنني من تلبيه الاحتياجات في السوق المحلي وعلى الجانب الاخر يسمح لي بالتصدير للاسواق الخارجيه والمنافسه. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه الوقفه الحواريه السريعه التي تحدثنا فيها عن ابرز نقاط الصناعه المصريه وكيفيه النهوض بها. بطبع الملف كبير جدا ومحتاج لكن ربما هذه هي ابرز النقاط التي يجب ان نضع
أصابعنا عليها. الأستاذ عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، أشكرك على شكرا تشفك. جزيلا يا فندم، شكرا. مشاهدينا الكرام، أشكركم على المتابعة. غدا مصر والرأي السياسي، استمر معكم وفريق عمل آخر. إلى اللقاء.